ولادي في رمضان مع المدارس، تعالى ده في بلاوي. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ انا بقالي كتير جدا 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 مش بنزل فيديوهات، ولكن انا جاي لكم النهارده يا جماعه ببلوى مش عارف اعمل ايه. الحل عندكم بقى، ها اكتبوا لي الحل يا جماعه في الكومنتات، لان انا من جوه خلاص انا بنهار، انا بتقطع من جوايا ونسيت طعم الفرح. المهم يا جماعه، قبل ما ابدا ارجوكم، علشان انا عايز ارجع اقدم محتوى تاني زي الاول واكتر، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وتفعلوا زر ودي طلع لسانك واخبطه كده جايز في حاجه، وتدوسوا على زر الجرس علشان يوصل لكم اي فيديو جديد هنزله. ويلا بينا نبدا البلوى وربنا يستر. زين وكندا يا جماعه، اعتقد ان في اولاد زيهم كتير جدا جدا، واكيد في بهبهات ومهمهات زيي بيعانوا زي بهبهاتي وبهبهاته وبهبهاتهم كلهم. ما حد هيجيب لي جلطه غير ده. المعاناه اللي انا بعانيها بقى هبدا لكم بمين؟ انا مش عارف ابدا لكم بكندا ولا بزين. هبدا بكندا. كندا يا جماعه هي عندها ما شاء الله الله اكبر يعني 6 سنين وشويه، يعني داخله في 7 سنين. المهم بتشوف زين بيصوم، فقالت لي يا بابا انا عايزه اصوم زي زين. ماشي يا كندا، لما تكبري شويه حبيبتي صومي زي زين، مفيش اي مشكله. لا يا بابا انا هصوم زي زين. ومن اول يوم رمضان يا جماعه، طبعا انتوا عارفين رمضان ما بننامش، الاطفال والاباء والامهات ما بيناموش، بنستنى لحد الفجر ما يأذن وبنصلي الفجر وننام. اللي عنده شغل يعني بينام له ساعتين ثلاثه ويقوم علشان يلحق الشغل ده اذا نامهم اصلا. مع اول يوم رمضان طبعا كانوا هم لسه ما تعودوش على السهر، ها فاهمين طبعا، خارجين بقى من المدارس بيصحوا الساعة 6:30 الصبح ولا الساعة 7 الصبح، فمتعودين لسه على النوم بدري والصحيان بدري. المهم كندا أصرت من أول يوم رمضان أنا هصحى لحد الفجر. يا حبيبتي طيب يا كندا أنت لسه صغننة حبيبتي، وأنت خلاص هتموتي وتنامي. أنا هصحى لحد الفجر يا بابا. ماشي حبيبتي. جبنا السحور يا جماعة وسحرنا الأول يوم رمضان، وفضلت صحي لحد الفجر. الفجر أذن وقمنا نصلي الفجر. هي بعدها بدقيقتين بابا أنا عطشانة، قلت لها اشربي يا حبيبتي مفيش مشكلة. يا كندا أنت لسه صغيرة يعني أشرب عادي؟ اه يا حبيبتي اشربي. يعني هفضل صايمه؟ يا كندا لا مش تفضل يا حبيبتي، انت صغيره على الصيام يا حبيبتي. يا كندا روحي اشربي. طب هشرب بق صغير. ماشي يا كندا اشربي بق صغير. شربت بق ميه بعدها بدقيقتين. انا الفول اللي انا اكلته معطشني قوي، ممكن اشرب بق صغير تاني؟ اشربي يا كندا وهفضل صايمه. يا كندا انت مش صايمه يا حبيبتي، انت صغيره يا كندا. يا كندا انت صغيره يا حبيبتي، عادي افطري مفيش مشكله، كل الاطفال بيفطروا، انا عايزه اصوم زي زين. المهم قعدنا بعد الفجر كده بنص ساعه وناموا، وصحيوا الساعه 7 يعني ما كملوش بالظبط ساعه ونص نوم او ساعتين. فهم صاحيين يا عيني مدروخين، هم مش شايفين قدامهم. بصحيهم من النوم، انت مين؟ انت بابا؟ انت ملاك؟ لا يا حبيبتي ده شكل ملاك، انا مش ملاك انا بابا يا كندا. اصحي يا حبيبتي عشان المدرسه. مدرسه؟ مدرسه ايه؟ انا صايمه. صايمه ايه يا كندا؟ بابا انا ما نمتش، انا عايز انام يا بابا، انا مش قادره يا بابا اروح المدرسه يا بابا. مش قادره. فتحت عياط على الصبح. طيب خلاص يا كندا نامي النهارده حبيبتي علشان بس اول يوم رمضان، وتاني يوم رمضان هنروح يا كندا دي المدرسه، دي اهم من اي حاجة. ماشي يا بابا. بصحي زين، يلا يا زيزو، يلا يا حبيبي اصحى. صحي من النوم. في ايه يا بابا؟ هو في ايه؟ قلت له هو ايه اللي في ايه؟ اصحى حبيبي عندك مدرسه. ما هو احنا في سنه كام؟ ايه هو ايه اللي في سنه كام؟ زين حبيبي انت صاحي ولا ايه؟ قال لي هموتهم كلهم، دول بوتات. بوتات ايه وهتموت مين كلهم؟ هو في ايه؟ هو في ايه يا زين؟ انت بتلعب بابجي يا ابني ولا انت بتعمل ايه؟ زين اصحى حبيبي عندك مدرسه. قال لي يا بابا النهارده اول يوم رمضان، انا مش هروح المدرسه النهارده. يا حبيبي قوم عندك مدرسه. انا مش قادر اروح، هموتكم كلكم. مسك السنايبر وقعد بوم بوم. خلاص يا زين، خلاص يا حبيبي نام يا حبيبي. المهم ناموا شويه وصحيوا، يعني يمكن على بعد الايه الظهر كده بعد العصر مش فاكر يعني. المهم كندا صحيت من النوم، فقلت لها ايه كندا نصحى بقى من النوم ناكل حاجه كده علشان نفوق علشان نشوف عندنا ايه بقى هوم ورك والحاجات دي. قالت لي بابي انا صايمه. انا صايم بعد اذنك. كندا حبيبتي انت شربتي ميه بعد الفجر يا حبيبتي امبارح، يعني انت مش صايمه انت فتره. لا يا بابا، لا يا بابا انا مش فتره، انا سالتك قلت لك هشرب بقي صغير وهفضل صايمه. يا كندا ما انا يا حبيبتي ما انا قلت لك، انت ليه مش قادره تفهميني؟ حبيبتي انت صغننه يعني افطري، عارفه لما تكبري شويه انا بقى عارفه هزعق لك بقى وهقول لك لا لازم تصومي والحاجات دي كلها. لا يا بابا لا انا صايمه. يا رب. يا كندا لسه بدري على المغرب يا حبيبتي، هتقعدي ده كله مش واكله اي حاجه؟ اه انا صايمه. ماشي. المهم زين صحي، قلت له ايه يا زين؟ ايه يا باشا؟ لا مش عشان اول يوم رمضان سيادتك مش هتذاكر. طبعا هو صاحي مقريف، تحس ان هو ايه يعني صاحي عايز يشرب فنجان قهوه عشان يفوق الاول ويبدا يتكلم معايا. فيا بابا، فيا بابا انا النهارده اول يوم رمضان يا بابا، هو في حد بيذاكر في اول يوم رمضان؟ قلت له اه يا زين في ايه المشكله حبيبي؟ الناس كلها بتذاكر في اي يوم، ما انت عندك مذاكره. طب بابا بعد اذنك انا مش قادر اتكلم، انا النهارده اول يوم رمضان بعد اذنك نفطر
بس وبقى نشوف بقى ايه موضوع المذاكره والحاجات دي كلها. ماشي يا زين؟ ماشي حبيبي. نفطر ونبقى نشوف موضوع المذاكره. وفطرنا يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. اول يوم رمضان. ها زين، ايه يا حبيبي مش هنذاكر ولا ايه؟ بابا انت عارف اول يوم رمضان ده والفطار فيه بيبقى متعب. انا اكلت حاسس بتخمه كده بجد، انا مش قادر، انا مش قادر يا بابا. يا ابني في ايه يا ابني؟ عندك مذاكره يا حبيبي، لازم تذاكر بجد يا بابا. انا مش شايف قدامي، وكمان اكلت حاجات حلوه فالسكريات رافعه لي الضغط، فبعد اذنك انا مش قادر اذاكر دلوقتي. ممكن بس بالليل كده قبل السحور كده هبقى لم المنهج كله في دقيقتين. تلم المنهج كله في دقيقتين قبل السحور؟ يعني انت سايب حياتك كلها علشان هتلم المنهج كله في دقيقتين قبل السحور يا زين؟ بابا ارجوك يا بابا. طب بص اقول لك، بعد المسلسل، بعد المسلسل يخلص المسلسل بعد كده نتكلم بقى في موضوع ده. النهارده اول حلقه يا بابا، اول حلقه. ده انا بحب الممثل ده قوي. ماشي يا زين. يعني لكن ده عايز اتذاكر ولا زين عايز يذاكر؟ وعدى يا جماعه اول يوم رمضان. نخش بقى في ايه؟ في تاني يوم رمضان. طبعا فضلوا سهرانين لحد الفجر، السحرنا وصلينا الفجر، وفضلوا يهروا وينكتوا ويهروا وينكتوا وتي 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 وكلام كلام 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 ورغي 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 لحد ما الساعه بقت 5 وشويه تقريبا. يا اولاد ناموا بقى، عندكم مدارس. ماشي يا بابا، ماشي خلاص. ودخلوا يناموا. بصحيهم بقى علشان يروحوا المدرسه. طبعا زين قايم بضرب الجزم، وكندا صاحيه بتعيط مش عايزه تروح المدرسه. انا بقى ما قدرتش امسك نفسي، خلاص بقى قلت لهم هتروحوا يعني هتروحوا المدرسه. وقاموا يا جماعه لبسوا وبتاع، ومامت كندا بتعمل لها اللانش بوكس علشان تاخدوه معاها. كندا راسها والف سيف، ما هتاخد لقمه معاها المدرسه. يا بنتي ليه؟ يا حبيبتي انت لسه صغيره. يا كندا افطري يا حبيبتي، انت صغننه، لو ما اكلتيش هتقع من طولك في المدرسه. بابا انا صايمه. لا اله الا الله. يا بنتي طب هقول لك على حاجه، كل السندوتش هنا وفي المدرسه روحي قولي لهم انا صايمه. ها ايه رايك؟ انا مش هاكل حاجه. يجي 10 دقائق ربع ساعه بنقنعها تاخد بس اللانش بوكس في البتاع وازازه الميه علشان لو جعت في المدرسه تاكل. رجعوا من المدرسه، طبعا هم ما ناموش تقريبا ساعتين زمن، وقاموا على المدرسه. داخلين من باب الشقه هم بيتطوحوا، هم الاثنين تحس انهم شاربين خمر، استغفر الله العظيم يا رب احنا في رمضان. بيتطوحوا. ايه يا عيال مالكوا فيه؟ مالك يا زين؟ انا عطشان ميت من العطش. قلت له يا ابني ما هو معلش ده عشان رمضان وتاخد ثواب يا زين. بص ادخل غير بس ونام وهنصحيك على الفطار. استلمت كندا بقى، كندا مش عايزه تنام. بفتح شنطتها لقيت اللانش بوكس زي ما هو، زي ما هو الاكل بالسندوتشات بالخيار بالكله زي ما هو، والميه ما تشربش منها بقى. تعالي يا كندا. فيه؟ بابا انا صايمه. صايمه مين؟ انت مش شايفه شكلك عامل ازاي يا بنتي؟ ده انت هتقع من طولك دلوقتي. بابا انا صايمه، انا بص انا هصوم، انا كبرت خلاص هصوم يا بابا. مش عارفه اقول لها ايه والله، وخايف عليها فعلا. طب يا كندا ادخلي غيري ونامي شويه زي زين. لا مش هنام، انا عايز اقعد. ماشي اقعد يا كندا. عدى ساعة، عدى ساعتين، وكندا بدأت ايه بقى؟ عارفين اللي هو ايه؟ انا جدع مش مركزة كده، وانا مراقبها. يا بنتي روحي اشربي حتى بق مية. ما انا يا بابا لو شربت مية انت بتقول انا كده فطرت. يا كندا ما انت يا حبيبتي انت صمت لحد الظهر، عارفة؟ اللي بيصوم لحد الظهر بياخد ثواب. بياخد ثواب؟ بجد؟ يعني انا هاخد حسنات وهاخد ثواب؟ اه والله يا كندا. ماشي يا بابا. وراحت رايحة يا جماعة عند الكولر وشرب المية وقعد خلصت الكولر. ايه يا كندا في ايه؟ انت بقالك سنتين ما تشربيش ولا ايه؟ عطشانه يا بابا مش قادره. انا كنت مش عايزه اقول لكم ان انا عطشانه كده. ليه يا بنتي ما تقوليش؟ هو انا هفرح بيكي لما تقعي من طولك لا قدر الله؟ انا هفطر كل يوم علشان اخد ثواب واخد حسنات. خدت شوبين الميه ومامتها عملت لها سندوتش تاني بدل اللي كان معاها في اللانش بوكس. يلا يا كندا كل السندوتش ده لحد الفطار. اكل؟ لا ما اكلش، انا هاكل معاكم على الفطار. يا ليه يا خرابي يا بنتي يا بنتي. طب خدي قطمتين، انت ما اكلتيش حاجه، انا هاكل معاكم على الفطار. دماغها ناشف نشفان، مش قادره اقول لكم انشف دماغ في الدنيا. مش كندا اللي انتوا بتشوفوها في الفيديوهات والسكتش شاد الكوميديا اللي احنا بنعملها، لا ده دي غريبه. وعايشين بقى في رمضان على هذا المنوال بقى كل يوم. اكيد في اطفال بيتفرجوا عليا دلوقتي بيعملوا نفس الموضوع، واكيد في بهبهات ومهمهات حاسين باللي احنا حاسين بيه. وخلصت بلوه النهارده يا جماعه، واستنوني في بلوه جديده كل يوم. وما تنسوش طبعا اللايك والشير والسبسكرايب والكومنت الجميل، وبس كده. باي باي. هي الساعه كام يا زين؟ الساعه 4:30. الفجر اذن؟ انا ما شربتش ميه، يالا انا ما شربتش ميه.